اتفضل يا خواجه. شكرا يا حاج بدر. قول لي يا حاج بدر، هو انت لما سافرت للحج خدت وقت قد ايه؟ 21 يوم بالتمام والكمال. طب والعمره دي بقى بتاخد وقت زي الحج؟ لا لا، حوالي 10 ايام. ماشي، شكرا يا حاج بدر، اتفضل. اهلا اهلا يا مناع بيه. اعمل لي قهوه. حاضر. ازيك يا رودي؟ مش مبسوط يا مناع بيه، مش مبسوط خالص. حاسس ان في حاجه خطيره بتحصل وانا مش مطمن. مديني سايب لك الجمل بما حمل ادي لي شهرين واكتر عشان ما تروحش تشتكي. فين الدكتور جمال يا مناع بيه؟ في عندي هنا طلب اجازه للعمره من شهرين، وانا سالت وعرفت ان العمره بتاخد 10 ايام. وانت بتسال على العمره ليه يا خواجه؟ ناوي تشاور عقلك؟ عموما يمكن لقي شغل في السعوديه ولا حاجه وقعد هناك. لا، الموضوع اخطر من كده. قالوا لي انه قبل ما يسافر كان بيقفل على نفسه المعمل كتير وبيشتغل ليل نهار، احنا ما كلفناهوش بحاجه. تفتكر بقى هو كان بيقفل على نفسه المعمل ليه؟ ده دكتور شاطر. يكونش عارف سر الخلطه بتاعتكم دي وراح يبيعها كانها من اختراعه. مستحيل. ده عايزه معامل حديثه في اوروبا عشان يقدر يحللها. وكمان المنظمه بتاعتنا معاها براءه اختراع ومتسجله في بلجيكا. ابو انت قلقان ليه؟ قلقان عشان انا ما كنتش موجود هنا لما عمل كده. لو كنت موجود ما كنتش سيبته يدخل المعمل ويقفل على نفسه ويشتغل من غير ما اعرف هو بيعمل ايه. لكن انت كنت موجود، يبقى ليه سيبته بقى؟ وانا مالي؟ الراجل بيشوف شغله، ما يهمنيش. الحق يا مناع، ده الحكومه. مين فيكم مناع حسان؟ انا مناع حسان يا بيه. خير؟ قبض عليه. في ايه يا بيه؟ مش انت صاحب المصنع ده؟ انا صاحب المصنع. قالك الخواجه اللي بيديره. هو كمان خدوه. ليه ده كله؟ عندنا اوامر بالقبض على المسؤولين عن انتاج السماد ده، لانه ثبت انه مدمر للبيئه. لا طبعا، مستحيل الكلام ده، دي مؤامره. بقول الكلام ده قدام النيابه العامه. يلا خدوه. هات الولد يا ابوك يا رودي. ضيعت انت وابوك، يحرق ابو اللي جاب ابوك. دكتوريني، كل اللي انت عاوزاه اجيبه وانا جاي. ايه؟ ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ من فضلك يا بومبي، اتفضل معانا يا بيه. انتوا ازاي تتجرأوا عليا؟ انتوا مش عارفين انا مين؟ انا معايا حصانه. الموضوع اكبر من كده، دي قضيه امن دوله، والحصانه اترفعت من نص ساعه في جلسه طارئه. قضيه؟ قضيه ايه؟ انا ماليش دخل باي قضايا. ما عنديش فكره يا فندم، في النيابه هتعرف كل حاجه. ممكن تتفضل معانا؟ اسمح لي بس اتصل بالمحامي. في النيابه هتعمل كل حاجه. اتفضل. لا من فضلك ما يسعدش، من فضلك. اتفضل انت. بقول لك ايه؟ واثق يا فندم انكم هتلاقوهم في فيلا اسوان دي، بس يا رب ما يكونش حد بلغ عشان ما يهربش. اطمن، صدر قرار بمنع كل المشبوهين من السفر سواء اجانب او مصريين. واحنا هنعرف كيف ان ما عندهمش باسبورات مبروك؟ ايه ده مناع بيه، كل شيء تحت السيطره. لكن قول لي ليه ما بلغتش عنهم من البدايه طالما عندك الشك ده كله؟ والله يا باشا انا بلغت رئيس الحزب بتاعي عن مخاوفي، باعتبار يعني ان عنده اتصالات بالمسؤولين الكبار، وانا عن نفسي امنت روحي في الاتفاق اللي مضيت معاهم. كل ده انا عارفه، بس ازاي اكتشفت النتائج الخطيرة دي مع انك مش متخصص؟ شكيت لما لقيت الارض مدمن السماد بتاعي، شكيت وكلفت الدكتور جمال يعمل ابحاث على السماد دي. عموما انت موقفك سليم، لكن مضطر لمصلحة التحقيق احجزك مع باقي المتهمين لغاية الملحية كلها تبان. المهم يا باشا تقبض على راس التعبان فانهايزر دي، هو اللي بيحرك كل حاجة، وانا شاكك انه على اتصال بمنظمة تخريبية ضد مصر. اطمن، كل الاحتمالات عندنا وكده كده هنجيبه، بس المهم ما تخليش حد يشك فيك. ماشي، بس ارجوك يا فندم تؤمر بحراسة على مرتي وعيالي، خايف يعملوا عمل انتقامي ضدي. ما لقيناش حد يا فندم. بس واضح ان كان في حد. يا فندم ما لقيناش حد جوه. اسبقوني على العربية. تمام يا فندم، ما لقيناش غير الباسبور ده. هو اللي قصد يسيب، واضح ان حد بلغه باللي حصل من بدري. بلغ إشارة العمليات يا حضرة الضابط. تبدأ إشارة. اسمع يا لوجاني، أنا بفكر أرجع. يا بروف، صدقني أأمن مكان ممكن تستخبى فيه هو النجع، لغاية ما المنظمة تشوف لك حل وتعمل لك أوراق جديدة. اصبر بس شوية، خليني أفكر. أنا واثق جدا إن أوصافك كلها متبلغة لجميع المطارات والمواني، وجميع الطرق البرية كمان. وكويس قوي اننا قدرنا نوصل لغايه هنا قبل ما يدوروا علينا. انت قصدك يدوروا على بروفيسور فاي هايزر. كلنا فداك يا بروف، المهم نبقى في امان. صحيح، النجع هيكون امان الا في حاله واحده بس،
ان يكون مناع له يد في المصيبة دي. حتى لو كان له يد ما يقدرش يقول للحكومة ويدلها على مملكة الجبل اللي مزروعة كلها حشيش لان عيلته كلها فيها. معاك حق، بس لازم اعرف اذا كان بريء ولا لا. انت تابع لي وعرف لي ايه الحكاية. اوكي يا بروف. لازم نلاقوا طريقة نحذر بيها البروفيسير، لو اتمسك هنضيع كلنا. بالعكس، لو هو اتمسك هيشيل القضية واحنا نطلع براءة. بطل غباوة، دي قضية امن دولة، يعني اركانها هتكتمل لو قبضوا عليه، لكن طول ما هو حر كل واحد مننا لقى طريقة دفع بيها روحه. احنا طلبنا محامي من السفارة بتاعتنا. وانا كمان مأمن نفسي، البروفيسير هو المسؤول الاول والاخير عن كل العقود اللي بيننا. هو الدكتور جمال مفيش غيره، اكيد هو اللي بلغ عننا. منه لله، هو اللي بوظ مستقبلي ويعني. اطمن يا منابي، البروفيسور عارف الوقت المناسب وقدر يهرب على اول طياره. يهرب؟ انت متاكد يا رودي؟ ايوه متاكد. المهم انك تنفذ اللي بينك وبينه، لانك اكيد هتخرج بعد الاربع ايام دول وهتعرف المطلوب منك من المحامي بتاعنا، وما تشيلش همنا، احنا هنخرج هنخرج. طيب طالما الحكايه كده يبقى نعمل نفسنا اعداء قدام النيابه. بعد الاطلاع على عقود الانتاج الموثقه يتم الافراج عن السيد مناح حسان بضمان محل اقامتي، وننبه عليه بعدم السفر دون اذن مسبق منا. طب ما المتر معاه عقد يثبت ان انا موظف في المصنع، يعني ماليش اي علاقه باي حاجه. انت مدير المصنع وانت اعترفت انك انت المسؤول عن الانتاج مش صاحب المصنع. ما تتكلم يا متر، امال السفاره بعتك ليه؟ المحامي مالوش ان يتدخل في قرار النيابه. اكتب يا ابني عندك: وقد قررنا استمرار حبس المتهم رودي خافير والخبراء الكيميائيين، اكتب اسمائهم، 4 أيام أخرى على ذمة التحقيق، وتكليف الإدارة العامة للمباحث الجنائية سرعة ضبط وإحضار المتهم الأول البروفيسير فايهايزر ومنعه من مغادرة البلاد. اتفضل يا مناع بيه. شكرين يا باشا. اتفضل يا باشا. أنا عرفت من رودي إنك سليم، وعشان كده هبعد عنك أي شبهة، يعني بالبلدي كده مش هجيب رجلك. خلينا في المهم، قالوا لي إن عندك رسالة عايز توصلها لي. مشروع المملكة لازم يكمل. مناه يا حبيبي، مناه، أنا كنت واثقة في براءتك، أنا قلت له إنك كنت شاكي فيه من الأول. اسكت يا نورهان، إيه اللي جابك دلوق؟ أخص عليك يا حبيبي، عاوزني أعرف إنك بطل وما تجيش عنيك. ألف ألف مبروك يا بطل يا همام. هو الراجل اللي كان معايا دلوق راح فين؟ ماشك ده. مالك يا مناه؟ مخضوض كده ليه؟ ممكن نأجل الكلام لحد ما نغور من هنا. يا رب يكون غبي وما فهمش حاجة. هو في ايه؟ السلام عليكم، كيفك يا خواجة؟ كيفك يا سنيور؟ أهلا يا همام. وحشني يا همام. أنت أوحش يا سنيور. قولوا، طلبتوني، عايزين ايه؟ يا سيدي عايزين نقول لك على حاجة مهمة أوي. قول يا سنيور. إحنا هنجمع المحصول بكرة. ايه؟ تجمع المحصول بكرة كيف؟ يبقى أكيد عندكم خبر إن مناع جاي. لا، مناع هيتأخر شوية لأنه عنده شوية مشاكل مع الحكومة في سوهاج، بس هو أكيد جاي. إيه؟ مناع عنده مشاكل مع الحكومة؟ يبقى أكيد اتقبض عليه. بس أكيد هيخرجوه، أنا عملت اتصالاتي وسبت له خبر إنه يجي بسرعة. إحنا بقى بنبتدي شغل دلوقتي عشان ما نعطلوش. افرض مناع معوتش، نعمل إيه؟ هنلوصه؟ ولا انتم معاكم سر الطبخه ومش جايلين لي؟ دي مقادير معقده ومتوقفه على نوع الزرع. زمان انا كنت جبت خبير كولومبي يعلم مناع وابوه، دلوقتي هنحاول نلاقي لها حل. واذا قلت لك ان مناع كاتب المقادير دي في دفتر، يا ترى لو جبته لك يا خواجه اتعلمني منه وتخليني كيف مناع؟ مش بس كده، ده انا خليك ملك هنا، ولو عايزني اخلصك من مناع اخلصك منه. تليفون صغير من الموبايل ده وما يبقاش في حاجه اسمها مناعة. اتفقنا يا خواجه. نسمه نسمه، احب على قدك يا نسمه، احب على قدك، لازم تنجديني وتنجدي البلد كلها من الخراب. انا في يدي ايه اعمل وما عملتوش يا همام؟ اتلفين الدفتر الاسود قبل ما الحشيش ينشف وزرع تبوظ. يعني مناعة مش عارف كده؟ عارف، لكن يعمل ايه، غصب عنه مش عارف يعود النجاح. أخوك واقع في مشاكل كبيرة قوي مع الحكومة وشكلهم متربصين له. أخوي؟ يا مري؟ قولي مين قالك الكلام ده يا همام؟ الخواجة بيني
له مصالح مع مناع في سوهاج وهيتصل به عشان كده عرف عنه كل حاجة. قول لي همام صف المشاكل دي، قول لي ما تحرقش قلبي على اخوي. ما تخافيش هنسمه، ما تخافيش، هو طمني وقال لي ان شاء الله هيعدي منها بسلام يا رب. لكن على ما يعاود هنسمه، على ما يعاود لازم نلحق الحشيش قبل ما يبوظ. احب على يدك، احب على يدك هنسمه. إلا فين الدفتر الأسود ده؟ وأنا إن شاء الله، إن شاء الله هعمل كل اللي ربنا يقدرني عليه. والمناع عاود وأنت بتطبخوه؟ هيشيلك على راسه، هيشيلك على راسه ويلف بيك النجع كله ويقول أختي نسمة شرفتني. أوعدك يا نسمة، أوعدك يا نسمة، أول ما المقادير تظبط معاي هرجع لك الدفتر هترجعي مطرحه، ولا من شاف ولا من دري، بس نلحق المحصول قبل ما يبوظ. مناع كان بيعمل براميل الخلطة في يوم واحد. لفهولي يوم واحد بس وأنا هردهولك، ما تخافيش. إذا كان على كده اعتبره معاك وابتدي جمع المحصول، وإن مناع معاودش اليومين دول هديك الدفتر علشان تعمل الخلطة وترفع راسك في النجع. ربنا يخليك ليا يا أحلى عروسة في النجع كله. واخرتها يا عم ناجي، مناع هيجي ميته وحنبتدي جمع المحصول ولا حنصبر لما يجي؟ نصه لازم يتجمع دلوقت والا هيعفن في الارض. صبر يا مغوري، جايز يكون الخواجه بينا عنده حل. لو كان عنده حل كان ابتدى في ارضه، لكن انا عديت عليهم لقيت حالهم زي حالنا وهم مش عارف يعمل ايه. انا بفكر اخطف رجلي لحد البندره اتصل بمناع واشوف عذره ايه. انتوا مش بتقولوا ان الخواجه هو اللي علم ابويا ومناع؟ يبقى اكيد عارف الخلطه بتتعمل كيف. همام جاي اهو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ترى يا همام لسه مش عارف هنعمل ايه. وانا اعمل ايه؟ اديني فايت الخواجه يفتكر المقادير. اذا ما افتكرش المقادير هيبيع علينا شغل السنه كلها. يا ما قلت لكم بلاش نهمل الارض اللي بتجيب لنا الخير وما بنشوفش منها اي شر. خير عن خير يفرق يا عم ناجي. الخير اللي هيجي من هنا قد اللي هيجي من هناك 20 مره. الخير اللي انت تقصد ده ما نقدرش ناكله، ولا حتى بهايمنا اللي ما بتفهمش تقبل تاكله هي كمان، هيبقى الخير منين؟ المهم تعملوا اللي عليكم وتشتغلوا، وان شاء الله ان شاء الله يا عمي الخواجه يفتكر المقادير النهارده. انا متبشر بكلام نسمه، عشان كده بقول لكم اتوكلوا على الله واشتغلوا وسيبوا الباقي علي انا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه وعليكم الله السلام. وبركاته. ناجي حنشتغل ولا لا؟ اشتغلوا يا مغوري، وانا هقول لمناع اللي بيحصل ده. خدني معاك يا عمي، عايز اشوف امي وخالتي عاملين ايه. تعالي يا بنت الغالي، ربنا يعدلها لي. انا مش مطمن يا ابوي لحكايه الخواجه دي. اذا ما فلح شيء يبقى ما فيش داعي لوجودهم وسطينا، وانا اول واحد هفش غل فيهم وازعطهم برا النجع كله، بلا خواجات بلا طين يا راجل. فريمان فريمان فريمان. دكتور فريمان صديقي العزيز، ايه المفاجأة الجميلة دي؟ اشكرك يا عزيزي، مجبر ان اخاك لبطل. ليه؟ حصل ايه بعد ما سبت الفيلا؟ ابدا، عارفوا ان انا اصدقاء قعدوا يطردوني يومين، دبرت خطة مع اصدقائنا وهربت وجبت لكم معايا شوية سلاح. بس اوعى يكون حد شافك كده ولا كده، ولا تكون متراقب، تبقى مصيبة، لا نكون متحاصرين كلنا هنا. ما تخافش اللي قدامي، احنا جينا على الجمال عن طريق الصحراء. ده حلو. في شكوك ان مناع هو السبب في فشل المشروع مصنع السماد. انا كان قلبي حاسس لانه مأمن نفسه كويس في العقد، بس عايزك تقولي كل التفاصيل عشان لما اخد قرار ما بقاش ظلمته. رودي مقتنع انه غريب. شبيكي لبيكي همام بين يديكي وقاعد بيفكر فيكي وبقاله ساعتين مستنيكي. ايه رايك في الغلوة الحلوة دي؟ حلوة قوي، بس قولي صح، انت مقدر انا مضحية علشانك قد ايه؟ مقدر مقدر يا حبة عيني، بس لفين الدفتر؟ انا جبته
بس زي ما اتفقنا ما يبيتش عندك اكتر من يوم واحد الا اول شرط اخر نوري همام. ما تخافيش، انا دلوقت عرفت انك بتحبيني صح وانك شرياني، وانا اللي اشتريني ما بيعوش ابدا ابدا. انا اسمع ليه يا همام اتخوت في عقلك كل، ما انت عارفه ان انا مخوض بيكي من زمان. لا اعجل، عايزين ربنا يتمها لنا على خير. عندك حق، احسن نقرأ الدفتر ما نعرفوش نفهمه. انا كده عملت اللي علي والباقي عليك. انا كل غرضي انك ترفع راسك في النجا، ما عايزاش حد يقول عنك انك خايب وزي عدمك. ما تخافيش، بس انت بس ادعي لي، ادعي لي انفع. اما نسمه لو نفعت من غير مناع اخوك، ساعتها محدش في البلاد كلها هيقدر يرفض جوازي منك. ليه؟ لانك هتبقى مرات الكبير، والد الكبير، تبقى تجيب لنا كبير صغير بس يكون حلو زيك. لو تسمع كلامي يا بني ممكن نتخلص منه وتستمر انت مكانه هنا، لان الكل مرحب بينا. الكل مرحب بينا عشان مناع، لو جرى اي حاجه لمناع اهله هياكلوا لحمنا ني. دي فرصه وهو متورط في قضيه مصنع السماد اننا نفتح باقي ملفه، وبالشكل ده هيكون مصيره الاعدام. افتح يا ستيف. بركولي بركولي كلكم، بارك لك خواجه، بارك لك خواجه. خلاص خلاص يا خواجه، المقادير بقت في يدي اها، المقادير اها. قول لي مبروك يا همام يا ملك النجع كله، قول ارجعهم وبارك لك ولبسك تاج كمان. طالما فيها تاج رجعهم براحتك. اقعد يا خواجه اقعد، رجعهم براحتك، رجعهم براحتك يا خواجه. وريني من دولة ستيف وجو. اطمن خالص يا مناع بيه، الدولة لا يمكن تعاقب اولادها المخلصين. وانا بؤكد لك ان بعد ما التحقيقات ما تنتهي هتفتح مصنعك وتعوض خسارتك. والله يا باشا انا ما يهمني الخسائر، انا كل اللي يهمني ان المصنع بتاعي يساهم في حل ازمه السماد، وهو كله للبلد ومصلحه البلد. بس اللي مخوفني السمعه العفش اللي طلعت على المصنع بتاعي، خايف الناس ما يشتروش انتاجنا. اكيد هشوف لك حل، واكيد هنعلن الحقيقه للناس كلها، بس مش دلوقتي، حفاظا على سير التحديدات. ادعي بس ان احنا نقبض على البروفيسور بسرعه. طيب انا عايز لكم ثانيه واحده. اتفضل يا ابو علي. لو ايوه يا عمي، عندي اخبار خطيره يا مناع يا ولدي، عايز اقول لك عليها. طيب ممكن تكلمني كمان شوي؟ مشغول. الخواجه بني وهمام قالوا لنا لازم نجمع المحصول ونفرمه قبل ما يبوظ، واحنا مش عارفين انت ميت هتعاود، يا ريت تقول لي يا عمي. طيب كلمني كمان شوي، خليكي معايا، خليكي معايا. معطلينك يا مناع بيه، واسمح لنا نستاذن. السلام عليكم. شرفتوني ونورتوني والله. مع السلامة يا باشا. هقولها لك للمرة الثانية، أنا بشكرك مش باسمي، بشكرك باسم البلد كلها. آه يا فندم، وإحنا يهمنا إيه غير ناسنا ومصلحة ناسنا. الله يوفقك. السلام عليكم. سلام ورحمة الله، شرفت وأنستم. السلام. اتفضل يا باشا. في رعاية الله. السلام. في رعاية الله يا باشا، عليكم السلام ورحمة الله. أيوة يا عمي. انت لسه معايا؟ معاك يا ولدي، مستنظرها. طيب انت متاكد انه بين اللي كان مع همام؟ ايوه متاكد يا ولدي، هو الخواجه بني، هو بشحمه ولحمه، انا يعني هتوه عنه. طب اسمعني وافهمني زين، اوعى تنطق بحرف. يا خواجه طمني، وحياه ابوك. برافو عليك يا جو، هي مش واضحه قوي ولكن تنفع. الحمد لله. يعني ايه خلاص يا خواجه؟ هتوفي بوعدك معايا؟ عايز تبقى الملك يا همام؟ وقبل ما ابقى الملك لازم نتعلمني سر الطبخه. ليه؟ عشان ما احتاجش لا المناع ولا الغير مناع. وانت فكرك يعني ان مناع هيسيبنا كده بالسهل؟ ده ممكن يهجم علينا هو وعيلته ويقتلنا كلنا، وساعتها ما نلاقيش حد يحمينا منه. يعني ايه تقصديه؟ عايزين نقتل مناع؟ سيب الحكايه دي علينا احنا. لو الحكايه دي حصلت يا خواجه الدنيا هتولع.
ده في حالة ما عائلة مناع تتهمنا احنا بقتله، ولكن لو اتهمت الحكومة احنا مالنا. يا سلام عليك يا خواجة، اما لو حصل الموضوع ده نعيش خدامكم العمر كله. شيك هاندز. شيك هاند يا خواجة، شيك هاند. ستيف تحت امرك يا بروب. نفذ، خلينا نخلص بقى. ادي حصاوي، انت هزفت الطين. يا ست مناع بيك. نعم يا بيك. نزل الشنطه دي تحت. حاضر ساعتين بيك. في ايه؟ واخد الشنطه الكبيره دي. اسمعيني كويس يا نورهان وركزي. آخر معركة حقيقية مع ناس ما بترحمش، ممكن تحصل لي أي حاجة في أي لحظة. أنا بقدرش أتغير، الدكتور دي يعمل إيه؟ لو ده وارد يحصل، عشان كده لازم تعرفي مكان الفلوس فين وتقدري تجيبيها بسهولة. ده مفتاح خزنة باسمك في البنك، فيها أسهم وسندات بالملايين. دي أحسن طريقة عشان أأمن مستقبلك أنت والعيال. فلوس ايه؟ احنا محتاجينك انت. مفيش امان، اي حاجة ممكن تضيع في لحظة. عشان كده عايزك تتصرفي بحكمة وما تقوليش لحد، وياك تصدقي اي حاجة عفشة تتقال علي. في ايه منا؟ بلاش تسافر. ما ينفعش. أنا ما صدقت إني خدت إذن من النيابة عشان أشوف شغل المتعطل هناك. وأنا أطمن عليك إزاي؟ أول ما وصلت هتصل بيكي، وما تخافيش، وسط عيلتي كلهم ممكن يفدوني بروحهم. أنا كده هموت، أنا كده هموت لغاية ما ترجع. استحمل شوي ومسير أرجع، وبأمر الله هيكون الخطر زال للأبد. تحبيني؟ خلي بالك من نفسك. رتبت كل حاجة؟ كله تمام يا سي مناع. عايز مني حاجة تاني؟ استنى، عايزك خير يا سي مناع. خد يا حصاوي القرشين دول ليك، عايزك تعاود بلدكم، تتجوز وتعمل لك أي مصلحة. أنت تعبت معايا كتير. وأنا عملت مع حضرتك حاجة وحشة يا سي مناع؟ اوعى تبطل رط وخد الفلوس. ما دام أنت شايف كده، شوف وشك بخير يا سي مناع. طب ممكن أطلب من حضرتك طلب أخير؟ قول يا حصاوي. ممكن ابقى قاعد على المزرعه اخد منها خروف ولا خروفين اخش على امي بدل ما اخش بيدي فاضيه؟ ودول اتروح بيهم كيف دول؟ ابقى اقطع لهم تذكرتين معايا في القطر. ماشي يا حصاوي. ربنا يخليك لنا يا سي مناع. بتسلم عليا يا ابن الجزمه. سلام يا سعادتك. سلام يا سي مناع. شوفك بخير. ابقى اسال علي. ان شاء الله. السلام عليكم. سلام يا سي مناع. شوف وشك بخير. شوف وشك بخير يا سي مناع. اجري اجري على ابوك. بابا خليني معاك يا بابا. الله الله الله، احنا قلنا ايه؟ لازم تقعدوا هنا مع جدكم وجدتكم ومع امكم كمان، ولا ما عايزينيش ارجع على طول؟ عايزين نرجع على طول. مين بيحبني؟ انا. طب يلا، اللي بيحبني يديني حضن كبير. وحشوني. ان شاء الله يا اولاد. ربنا يجيبك لنا بالسلامة. انت كربانه كده ليه؟ ودي اول مره يسافر يا نور؟ ده كلها اسبوعين يا حبيبتي ويرجع بالسلام. مش عارفه زي الاسبوعين دول هيقعدوا عليا. دايل انت بس، ان شاء الله ربنا يقصر المسافات وعاود بعد اسبوع.
شوف وشكم بخير. ألف سلام. ألف سلام. محمد رسول الله. كويس اني لقيتك يا ابو النبيل. خير يا باشا؟ ساعات وكيل النيابه عايزك ضروري. طيب انا اروح له دلوقتي على المكتب. لا يا فندم، هو مش مكتب، هو بيعاين مكان الجريمه. جريمه ايه وفين دي؟ بشقه الدكتور جمال. الدكتور جمال بتاعنا بتاع مصنع السماد؟ بقي في حياتك يا ابو النبيل، الدكتور جمال لقوه مشنوق في شقته. أولاد الكلب! أنا السبب، أنا السبب. اهدى يا مناع بيه، أنت مالكش ذنب. ذنب في رغبتي يا باشا. قلت له اشتغل وأنا هحميك منهم. لكن قتلوه. قتلوه الخونة، قتلوه. هما مين؟ تتكلم. كلمة أقول إيه يا باشا أكتر من اللي قلته. قلت لكم دول جايين بالخراب على البلد. قلت مستثمرين. قلت لكم عايزين يذلونا في بلدنا ونمد يدينا ليهم. قلت جايين بالخير والدولارات. اقول ايه تاني يا باشا؟ قلت يمين بالله ما هيجي من وراهم خير ابدا. يمين بالله ما هيجي من وراهم خير ابدا. اهدى منع بيه، احنا مستكتين وهنجيبهم، ومش كل الناس زي بعضها. مفيش عندي كلام اقوله تاني يا باشا. انا قلت لحد ما ريق نشف. لكن يمين بالله ما هفوت طارك يا دكتور جمال ابدا. مساء الخير. مساء الخير. تشرف بحضرتك. محمد اشرف، المخابرات العامه. اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا بيك. ايه اللي اقدر اقوم بيه يساعد حضرتك؟ أنا جاي أخذ من حضرتك بعض المعلومات اللي أنا محتاجها عن الجاسوس مناع حسان. جاسوس؟ مش ممكن. ازاي لغاية دلوقتي ما وجعش في ايديكم؟ المفروض ان يكون وصل جنا. عايز انتشار على طول الطريق وتفتيش كل الطرق الجانبية. مع السلامة. تمام يا فندم. معقول اللي سمعته ده؟ انا كنت واثق ان ورا مناع ده مصيبة كبيرة، وانت اللي خيبت ظني يا حضرة الضابط. انا ابدا يا فندم. جهز قوة لمهاجمة عيلته والتفتيش عليه. لازم احط احتمال ولا واحد في الالف انه يهرب من الاكمنة. يهرب؟ مش ممكن يا فندم. اللي يقدر يخدعنا السنين دي كلها مش هيقدر يهرب من كمين. Thank you.
تعطلش الطريق. شكرا يا باشا. امشي اسحب رخصك. تمشي طوالي يا اسطى، انت غاوي عطله. الو، ايوه منى، انت فين؟ اصلي جلجان عليك، انت فين دلوقتي؟ مرهان، انا فاهم اللي بيحصل عندك وعارف انه كان لازم يحصل. اسمعيني زين، دي مؤامرة. ايوه مؤامرة، مؤامرة من الخواجة والمنظمة، عايزين يعطلوني عشان ما انتقمش منهم. خلي بالك على عيالي يا نورهان، ولا تصدق اي حاجة عفش عني. قول لهم ابوكم ما كانش وحش. انسيني يا نورهان، انسيني للأبد. معرفش تنام ولا ايه؟ قلت قاعد ابص للبيت لحد ما تهت، سألت نفسي سؤال، هو انا مين؟ بص يا فاطمة، انت ظلمتي معايا كتير يا بنت الناس، وتعبتي معايا كتير، جوزتيني وانت ما تعرفيش اي حاجه في الدنيا غير حبك ليا. سرابنا يعلم ان جيت عندك حنيه ما لقيتهاش عند حد. عايزك تاخدي بالك من نفسك ومن تغريد، تربيها صح وتعلميها احسن علام وتحطيها في عليك من جوا. في ايه يا سيمناع؟ بتقول الكلام ده ليه؟ احنا في دنيا صعبه، صعبة جوا يا فاطمة، محدش يعرف بكرة في إيه، أنا ممكن يحصل لي إيه، ولا النجع كله، عشان كده عايزك تبقي بيت صعيدية ناشفة، ما تخافيش من حاجة أبدا، عشان أطمن عليك وعلى تغريد. سي مناع، أنا ما عاوزاش أسمع الكلام ده، أنا عندي أموت، أهون لي من ده. أنا اللي ما عايش أسمع الكلام ده أبدا، فاهمة ولا لا؟ خد يا فاطمة الورقة دي، هتعمليها حجاب وتعلقيها في صاب التغريد، لو حصل أي حاجة اللي هيقراها يعرف يتصرف ازاي.